ما في مسيحي مشرقي ما عنده غصة اسمها ايما تنعيد يوم القيامة، ليه الكنايس مانون محتفلين مع بعض متجمعين مع بعض؟ ليش ما في وحدة لهذا العيد؟ ايمت فعلا انصلب المسيح؟ ايمت فعلا قام المسيح؟ ايضا بالميلاد بنلاقي فرق بين 25 ديسمبر بين 7 جانيوري. طيب شو القصة؟ المسيحيين كل سنة عندهم غصة بهذا الموضوع، وكل سنة عندهم صلوات ترفع من أجل اتحاد الكنائس لتوحيد العيد. شو الفكرة من هالفرق الكبير كل سنة؟ إذا بنستعرض مع بعض آخر 4 سنين، عام 2021 التقويم الغربي احتفلوا بالقيامة 4 نيسان، الشرقي كانوا 2 أيار، في بيناتهم مو يوم ويومين وكم ساعة، في بيناتهم شهر. بعام 2022 من 4 نيسان للتقويم الغربي احتفلوا ب 17 نيسان، 2023 احتفلوا ب 9 نيسان، 2024 ب 31 آذار، رجعوا شهر لورا الكنيسة الغربية. نجي على الكنيسة الشرقية منلاقي 2021 ب 2 أيار، 2022 ب 24 نيسان، 2023 ب 16 نيسان، رجعوا 2024 5 أيار. كتار دخلوا لعندي قالوا لي شو القصة بهالكنايس؟ مين الصح منهم؟ مع مين نحن كمسيحيين لازم نحتفل؟ هاي الفروقات هي فروقات تقويمات وحسابات، منهم بيحسبوا على القمر، ايمت القمر بصير بدر، منهم اكتمال القمر الثاني بعد شهر بيجي، ايضا بالاعتدال الربيعي بداية الانقلاب الربيعي، منهم بيعملوا بيتخذوا الحساب الشمسي مثل اليهود مثلا بين القمري والشمسي، أو وفق عملية حسابية. رح أشرح لكم كل شيء بهالحلقة، بس ركزوا معي كتير منيح لنعرف كيف بلشت القصة بالضبط، كيف كانت الكنيسة الأولى والرسل تلاميذ المسيح والمسيح شخصيا كيف كانوا يحتفلوا بالفصح، لازم نشوفها بالكتاب المقدس. إذا منروح للقرن الأول ميلادي ما منلاقي ذكر لعيد القيامة أو عيد الصلب أو احتفالية بأعياد معينة، كان لسه ما في طوائف، كانت الكنائس تسمى على أسماء المناطق اللي موجودة فيها، كنيسة لاوديكيا، كنيسة أفسوس، كنيسة فيلادلفيا إلى آخره من الكنائس. نشوف مع بعض بنهاية العهد القديم منلاحظ أنه الكهنوت اللاوي أبطل بمجيء الكاهن الأعظم رئيس الكهنة الرب يسوع المسيح. بملاخي إصحاح 2 الآية 3 بيقول الرب الإله ها أنا ذا أنتهر لكم الزرع وأمد الفرث على وجوهكم عن الكهنة فرث أعيادكم فتنزعون معه. وأيضا بآيات أخرى قال لهم الرب كرهت أعيادكم، لا الشعب عم يقدم عطايا كاملة للرب، عم يقدموا له الفاضل عنهم واللي ما بدهم إياه والمنزوع والأمور لا تليق بالرب الإله، ولا الكهنة بقلوب سليمة عم يتقربوا بالأعياد أمام الرب الإله، صار عليهم خطايا كتير، أدخلوا عبادات تانية كتير مما أدى أنه الرب يكره أعيادهم. لما بيقول لهم الفرث على وجوهكم أي أحشاء الذبيحة، هالأحشاء اللي هي قذارة المفروض أنه هي تنحرق ممنوع تتاكل، هي بتكون على وشكم لأنه أنتوا صار شايفون الرب بنفس القذارة اللي المفروض يلقى عليها الفرث. بالعهد الجديد إجا الرسول بولس ونفس الأمر ذكره بكولوسي إصحاح 2 آية 16 قال فلا يحكم أحد عليكم في أكل أو شرب أو من جهة عيد، من جهة عيد. طيب هذا القرن الأول وهي الكنيسة الأولى بالنسبة للأعياد والمناسبات القيامة إلى آخره. منروح للقرن الثاني ميلادي، هون منلاقي جدل طويل عريض بين فريقين من الكنائس بالشرق. طبعا هون لسه ما كان في لسه روما اعتنقت الإيمان المسيحي ولا كان في شيء اسمه كنيسة كاثوليكية. منلاقي بالشرق في فريقين، الفريق الأول هو كنايس آسيا الصغرى كيليكيا بين النهرين وسوريا، قالوا نحن مثل ما مكتوب بالكتاب المقدس نحن 14 نيسان نعيد تذكار الصلب مثل ما الرب يسوع المسيح أكل الفصح مع تلاميذه وبعد يومين منعيد للقيامة، لا بهمنا جمعة ولا بهمنا يوم أحد. هيك هي الكنايس الأولى لما صار يتأسس شيء اسمه كنايس وطوائف. في فريق تاني من الكنايس قال لا أنا بهمني
يوم جمعه ويوم احد، هن الكنائس بلاد اليونان، مصر، فلسطين وببلاد العرب. فقال لك انا بيهمني الجمعه يكون صلب وبيهمني احد قيامه. ليه بيهمهم الاحد؟ لانه النسوه راحوا زاروا القبر في بدايه الاسبوع، اي بعد انتهاء السبت، لقوا القبر فارغ. هلا حكما قام المسيح قبل بدايه الاحد، لانه النسوه راحوا صباح الاحد، يعني عم نحكي نحن الساعه 3 بالليل، كان يعتبر صباح قبل، اول ما بتقلب الساعه اول ما بيختفي العتمه، فراحوا لقوه فارغ. فالمسيح قام من بين الاموات، معناتها ببدايه الاحد عشيه السبت، نهايه يوم السبت. بس كونه النسوه فرحوا بالقبر فارغ يوم بدايه الاسبوع يوم الاحد، الكنيسه الفريق الثاني كان بهمه كثير يوم الاحد. واستمر هذا الجدل، لا هدول قبلوا يعيدوا مع هدول ولا هدول قبلوا يعيدوا مع هدول، وكانت كل كنيسة إلى نظامها وإلى قانونها الخاص فيها. هيك للقرن الثالث ميلادي كل كنيسة عملوا مجمع خاص فيهم، قوانين خاصة فيهم، من ضمنها طبعا الاحتفالات والأعياد، شو يعيروا مع الناس، كيف المسيحيين المنتميين لها الطائفة لها الكنيسة لازم يحتفلوا. منهم راحوا للحساب وفق القمر، وفق ما بيشوفوا القمر بدر، اكتمال البدر بيكون هذا هو العيد عندهم. منهم اللي قالوا لا نروح على حساب الشمسي، منهم قال لك لا أنا وفق اليهود، اليهود ايمت عملوا الحساب تبعهم بنحسب، وفي منهم قال لك لا أنا بهمني يوم الأحد. هون مجمع كنيسة القدس أصدر كتاب اسمه ديسقوليا أو باللاتيني ديسكاليا، معناه تعاليم الرسل. طبعا هو مو تعاليم نفس الرسل وتلاميذ الرب يسوع المسيح، لأنه نحن مثل ما ذكرنا بالقرن الأول أصلا ما كان في احتفالية أعياد، ما كان يهتموا بالأعياد، كان بهمهم التبشير، خلاص النفوس، معموديات، زيادة الناس اللي جايين لملكوت الرب الإله، بشارة الإنجيل بالدرجة الأولى. الطقوس والأعياد ما كان إلى أي مكان من سواء القديسين ولا بطرس ولا بولس ولا تلاميذ الرب يسوع المسيح، بس هن سموه ديسقوليا، سموه تعاليم الرسل لحتى يفرضوا. طبعا ما زال اليوم حاولوا يدوروا كثير على مرجعية لإله ترجع للقرن الأول، ما لقوا هذا الكتاب الدوام بعد 200 سنة من عصر الرسل. قالوا فيه مجمع كنيسة القدس، قالوا ما رح نعيد مع اليهود، حتى لو منعرف انه المسيح اكل الفصح مع اسرائيليين نحنا ما بدنا نحتفل مع اليهود. هيك القصة بالجكر. اجا عام 325 ميلادي، انعقد مجمع نيقيا بعهد الامبراطور قسطنطين الاول. قال طيب الأحد هو يوم مهم لأنه النسوة راحوا على القبر فيه، طبعا هو أحد يوم مهم بالأساس عند روما، هو سان دي، هو لإله الشمس كان معبودهم وكان عندهم تقديس يوم الأحد. فحلو نحن نستغل حادثة أنه النسوة زاروا القبر أول يوم بالأسبوع، فمنعملها أيضا هو يوم المسيحيين المقدس المعتمد، وهيك بيكسروا وصية يوم السبت، السبت اللي أوصى فيها الرب الإله بالوصايا العشرة. فقال لك أول أحد بيجي بعد اكتمال القمر بالانقلاب الربيعي، اكتمال القمر الأول، لأنه القمر بيكتمل مرتين بهالفصل الربيع. أول قمر بيجي اكتماله بين 21 آذار و 25 نيسان، هون نحن رح نحتفل. فهو التقويم القمري. اجوا الأرثوذكس كانوا حاضرين، طبعا هذا المجمع ضم مئات الرعاة الكنائس، الأرثوذكس وافقوا على المجمع، بس قالوا نحن بدنا نضل على التقويم اليولياني. اليولياني هو تقويم ما زال اليوم مستمر بجبل آثوس بالأديرة، هو معترف عليه انه هو التقويم الشرقي، بس مو الكنيسة اللي عملته. اليوم رح فاجئكم انه التقويم اليولياني هو تقويم فرضه يوليوس قيصر عام 46 قبل الميلاد، ومشيوا عليه كل الناس اللي كانوا هنيك وقتها حتى قبل ما تتأسس الكنائس. هو مفروض فرض وصار عرف، مثل اليوم نحن الكالندر اللي بين ايدينا ماشيين عليها كل دول العالم، وصارت عرف لنا، ما حدا بيطلع برزنامة خاصة فيه بيغير فيها شهور وايام. فالأرثوذكس متعودين عليها، قال لا نحن خلينا على ما متعودين على اليولياني، بيعتمدوا فيه على علوم الطبيعة، على الفضاء وعلى الانقلاب الربيعي. قالوا بس اليولياني بيجي
اكتمال القمر بسموه القمر الوردي إذا بتبحثوا عنه، فالقمر الوردي بيكتمل بين 4 نيسان و8 أيار. فهون بنفهم ليش الكنيسة الغربية أو الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بين 21 آذار 25 نيسان اللي هي قبل الكنيسة الأرثوذكسية اللي بتحتفل تقريبا أوقات معهم أوقات بعضهم شوي، على طول بيجوا بعضهم وفق اكتمال القمر الوردي. هيك للقرن السادس عشر اجانا بابا كاثوليكي اسمه البابا غريغوري الثالث عشر. قال له لا انا شايف لكم التقويم اليولياني مانو دقيق، هذا غلط، انا بدي اعمل تقويم على اسمي غريغوري. فاليولياني بيقول انه السنه تساوي 365 يوم فاصلة 25، في إلها كسور، هالكسور معنا دقيقة. أنا بتقويمي الجريجوري عم قلكن إنه السنة بتساوي 365 يوم فاصلة بدل ال 25 2 4 2 5 أجزاء أقل بشوي من ال 25، يعني في فرق بين الجريجوري واليولياني 0.002%. بالفصيح العامي البسيط يعني كل 199 سنة بيجي فارق 13 يوم بين التقويمين. هلأ هون نفهم هال13 يوم هن السبب ليش في كنائس بتحتفل ب 25 ديسمبر بعيد ميلاد الرب يسوع المسيح، وكنائس بتحتفل ب 7 جانيوري. هن هالفرق ال13 يوم اللي وقتها صاروا بسبب الرزنامة الكالندر لتقويم الجريجوري. طيب شو قصة التقويم العبري بين هالتقويمات هي كلها؟ التقويم العبري وفق دورة اسمها دورة ميتونية، هي بحيث يحاولوا يوفقوا بين التقويم وفق السنة الشمسية والسنة القمرية، مع انه في اختلاف بين التقويمين 11 يوم، ولكن اليهود لقوا طريقة بالحسابات يوفقوا بيناتهم بحيث انه في شهر بينضاف كل 3 سنين مرة للسنة القمرية، وفي اوقات بيضيفوا اوقات كمان ما بتضيفوا. فهي باختصار قصة التقويمات واختلافها والكنائس وكيف ماشيين فيها وسبب الاختلاف فيها. كل محاولات الكنائس لحتى هن يحلوا هالاختلافات اللي بيناتهم يتوحدوا على يوم عيد موحد، لأنه هو كله رمز، يعني الرب يسوع قال اصنعوا هذا لذكري ما أنا محرزة، المفروض هالمشاكل كلها على بعضها. ولكن كل محاولات وقد هالاختلاف وتوحيد التقويم وتوحيد العيد باقت بالفشل. ليه؟ لأنه هن بالأساس عم يحاولوا يهربوا من الموعد الأساسي للعيد اللي هو 14 نيسان، هو الموعد اللي أكل فيه المسيح الفصح مع تلاميذه. ليه؟ لأنه تلاميذه كانوا إسرائيليين والمسيح ولد إسرائيلي من أم إسرائيلية، بدهم يهربوا من هذا الموضوع كله، فعم يروحوا لتقويمات تانية تضل تشعب المشاكل والخلافات بيناتهم. فإجا نفسه البابا غريغوري الثالث عشر بتخبيصة وخبصة من خبائص الكنيسة الكاثوليكية عام 1582، قال لك أنا رح حل المشكلة، لبقى تتخانقوا، مو هو تقويمي، أنا الغريغوري وأنا ساتني عايش، رح أشطب 10 أيام من عمر البشرية. وفعلا ناموا العالم ب 4 أكتوبر تشرين الأول من عام 1582، وهن التاريخ كان 4 أكتوبر، فالصبح قالوا لهم صرتوا 15 أكتوبر، راحت 10 أيام. كبن الإمبراطور البابا، لأنه طبعا هون وقتها البابا هن نفسهم الأباطرة بس صاروا باباوات، وهن أحرار، شو بيشيلوا شو بيخلوا بالرزنامة للبشرية، والبشرية طبعا بدها تمشي غصبا عنها مثل ما هالدول بتفرض عليها. كان المهم أنه يهرب من الفصح اليهودي العبري وفق التقويم العبري، فشطب 10 أيام، ورغم شطب هالعشر أيام ما زالوا لليوم مثل ما عم نشوف ما ممكن أنه هن يتوحدوا رغم كل الصلوات وكل المطالب اللي ارتفعت. وبين اليولياني الشرقي الغريغوري الغربي وباقي الاختلافات ضاعوا المسيحيين بين الطوائف والكنائس، وما زالوا كل يوم وبكل سنة عم بيصلوا ويرفعوا الصلوات بدموع وبأصوام لتوحيد العيد، ونسيانين انه هذا الامر اللي عم يلتهوا فيه المسيحيين هو امر ثانوي شكلي، مجرد ذكرى لحدث عظيم حصل اخرجنا فيه الرب يسوع المسيح من العبودية
اللي كنا عايشين فيها للحرية بالمسيح، حيث أنه أعتقنا بدمه الكريم اللي المفروض يكون فيها عمق كتير كبير لاستعادة نفوس من قبضة المهلك، لتحرير نفوس من العبودية، بدل ما نقعد نصلي ل 12 نيسان و3 أيار و8 أيار و5 أدار، بدل ما نروح لهي الأمور كان المفروض الكنائس تتوحد من أجل خلاص نفوس محتاجة للخلاص. هلا السنة الجاية، وعيروا على كلامي وتذكروني، احتمال كتير كبير يتوحدوا الأرثوذكس والكاثوليك. احفظوا هذا المقطع كتير منيح للسنة الجاية. هن كل كم سنة بس الناس المسيحيين يعني يبلشوا يشوفوا انه هالكنائس هن واثقين فيهم، وواثقين انه نحن اللي بيعيروننا مزبوط الاعياد، وكنيستنا بتعرف حالها شو عم تعمل، هي المستلمة من الرسل. لما ببلشوا بيكتشفوا انه لا، هو ما في شيء دقيق ابدا بالكالندر على الارض، وكان المفروض يتم الاحتفال وفق الكتاب، بيقوموا بيلحقوا حالهم بيتوحدوا مع بعض. على الاغلب بنتذكر سوا نحن اليوم 2024 ب 20 نيسان 2025 على الاغلب يتوحدوا ارثوذكس وكاثوليك والكنايس كلها بعيد واحد للقيامه. بكل الاحوال رح يرجعوا بعدها يختلفوا مره ثانيه، يضلوا الناس المسيحيين ملهيين عن ابديتهم، عن الحياه الابديه، عن اصوامهم الحقيقيه، صلواتهم الحقيقيه، لحتى يصلوا لوحده اعياد وامور ثانويه. طيب اذا اجينا نحن لنكب هالحكي كله، شو الكتاب المقدس بيعلمنا وبيقلنا بالنسبة لعيد القيامة، بالنسبة لفصحنا نحن كمسيحيين؟ ايمت لازم يكون الكتاب المقدس الرب الإله شو وصانا انه نحن نعمل بهذا النهار؟ خلينا اول شيء نبلش مع بعض بالعهد القديم، حيث الفصح الاساسي ابتدى. نفتح مع بعض الخروج اصحاح 12. وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا. هذا الشهر عن شهر نيسان، هو نيسان بالرزنامة العبرية هو أول شهور السنة. ليه؟ الرب الإله وصاهم وقال هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة، بيجيبوا كل حدا شاة قبل 4 أيام من تذكار الفصح العظيم عند اليهود. بالآية 6 ويكون عندكم الشاة تحت الحفظ إلى اليوم 14 من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها. فإمة الفصح عند اليهود 14 نيسان، 14 نيسان، المفروض لا يغيروا نهار ولا يزيدوا نهار، ولكن مثل ما ذكرت لكم اليهود فاتوا كمان برزنامة قمرية، فكل سنة بيقولوا 14 نيسان عندهم بيجي بتقويم معين عنا باليولياني والجريجوري، فبيختلف الموضوع، بيرجع من جديد بين حتى العبري وبين 14 نيسان اللي المفروض انه هو يكون فيه، والمفروض نحن يكون فصحنا فيه. ليه المفروض يكون فصحنا فيه؟ قبل ما اقول لكم ليه، طبعا الفصح اليهودي مدته تجي على 7 أيام، فعندهم هي ال7 أيام بياكلوا فيها فطير، فعندهم اليوم الفصح، ثاني يوم المفروض انه هني يكون عندهم استعداد يبلش عندهم ال7 أيام، 7 أيام فطير. اليوم الاول تعزلون الخمير، هذا عزل الخمير من البيوت، هو النهار اللي استغلوه الكتبة والفريسيين لما طالبوا بصلب المسيح، فأكلوا الفصح، اجا يوم الاستعداد اللي هو عزل الخمير من البيوت، وبلش اليوم بعده الأول اللي كان اسمه اليوم العظيم اللي المريمات ما قدروا يروحوا فيه حطوا أطياب، لحتى بهذا النهار بلش عندهم اليوم الأول لليوم السابع محفل مقدس. تقطع النفس اللي بتشتغل أي عمل باليوم الأول وباليوم السابع، فعنا الفصح، عنا يوم الاستعداد، عنا 7 أيام اللي ببلشوا فيها، هذا أيضا اسمه فصح اليهود، كله على بعضه اسمه فصح اليهود. طبعا في اليوم السابع ايضا محفل مقدس، عمل ما من الشغل لا تعمله. هي ابسط طريقه لاشرح فيها الموضوع. بنروح ايضا بنشوف باللاويين
إصحاح 23 آية 5 في الشهر الأول في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب. فأي أيضا أعطاهن التوقيت اللي بيأكلوا في الفصح بسفر العدد إصحاح 9 آية 5 عمل الفصح ب 14 نيسان. وطبعا 14 نيسان مذكور بعدة مواضع وآيات ما في مجال أن يجيبها بحلقة واحدة. أعطى الرب أي ساعة الفصح بيكون بالتثنية إصحاح 16 الآية 6 تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر. فهو بهذا الوقت تحديدا أيضا الكتبة طالبوا رغم أنهم يعلقوا المسيح على الصليب بنفس التوقيت هو قبل ما يصير وقت الغروب، لأنه متى ما فات عند اليهود بعد الستة المساء غربت الشمس صار اسمه عندهم نهار جديد تاني خلص وبلش عندهم بيكون المحفل المقدس الأول ممنوع يعملوا فيه أي شيء. طيب نروح مع بعض للإنجيل للعهد الجديد كوننا نحن مسيحيين، لأنه في كتار كمان قنعون أنه لا خلينا بس وفق الإنجيل، فما بيختلفوا العهد القديم عن العهد الجديد ولا بأي أمر، إلا أنه الرموز اللي كانت بالعهد القديم ورجعنا إياها الرب يسوع المسيح بذاته بالعهد الجديد. فمنلاحظ بالإنجيل بحسب مرقس إصحاح 14 العنوان عشاء الفصح مع التلاميذ إمتى تم؟ في اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح. فإذا نفس التوقيت نفس التاريخ تعشى المسيح الفصح مع التلاميذ ب 14 نيسان، ب 15 نيسان كان هو يوم الاستعداد لحتى يعزلوا كل الخمير وقت استغلوها مثل ما ذكرت لكم وقلت لكم لصلب المسيح، وبلش بعدها السبعة أيام أول يوم محفل مقدس ما كان في أي عمل، ما قدروا النسوة والتلاميذ أنهم يقتربوا أبدا من القبر. طبعا مو بس بالإنجيل بحسب مرقس، إذا بنروح مع بعض لمتى إصحاح 26 آية 2 تعلمون أنه بعد يوم قال هذا الكلام الرب يسوع المسيح بذاته، مش ما يجي حدا يقول لك لا المسيح ما أكل فصح مع إسرائيليين، تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم للصلب. أيضا بالإنجيل بحسب متى البشير إصحاح 26 آية 18 قال اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له المعلم يقول إن وقتي قريب عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح. وطبعا منشوف مع بعض بالإنجيل بحسب لوقا البشير إصحاح 22 قال لهم الرب يسوع المسيح شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري. فهو أعطانا اليوم بدقة 14 نيسان طلب من التلاميذ اصنعوا هذا لذكري، وكذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. فاليوم المسيحي كل مسيحي وكل كنيسة المفروض بقى شوي يتمتعوا ببعض الحياة أمام الرب الإله، يرجعوا للكتاب المقدس طالما هو التذكار، طلبوا مننا الرب سمح لنا الرب أنه نحن يكون لنا تذكار نضل نتذكر الدم الكريم اللي سفك لأجلنا. هذا العشاء اللي الرب كسر الخبز قبل الصلب وقال لهم شو رح يصير للتلاميذ فيه، فالمفروض نركز على موضوع الأمر بدل المساخر اللي عم نشوفها اللي راحت الكنائس كلها لزينة فارغة ولصيصان وبيض وأراني وتلوين على وجوه الأولاد، وفقد العيد مغزى الإلهي الحقيقي للمفروض كل مسيحي إنه هو بالحق يحتفل فيه. فالكنيسة الأولى ما كان بهمها الاحتفالات والأعياد، اليوم إذا كتير بهمكم العيد والاحتفالات والشوكولاتاية اللي منوزعها والدورة اللي منعملها، ولكن كمسيحيين المفروض بالتوقيت اللي المسيح كسر فيه الخبز وأعطى التلاميذ لحتى يشربوا الكأس. بالأساس كلمة فصح أو بيساح أو فسح اللي هو بالعبرية بيساك هي بتعني العبور، العبور عبور بني إسرائيل من أرض العبودية
لأرض الميعاد، وعبورنا نحن المسيحيين من الظلمات، من عبادات الأمم اللي كانت علينا قبل، من عباداتنا الوثنية للملكوت عن طريق الرب يسوع المسيح اللي خلصنا بإيد قوية قديرة، تماما كما خلص الرب شعبه بالعهد القديم بإيد قوية قديرة، ومو بدم عجول وتيوس، بدم نفسه الرب يسوع المسيح حررنا وغطانا وأعطانا نكون أبناء. بعد ما كنا بالعبودية عبيد، اليوم نحن كأبناء لازم أنه يكون علينا كرامة المسيح، ما نسمح لها المساخر اللي عم بتصير وتوضع على المسيحيين، والكتاب المقدس بريء منا، والمسيحية الحقيقية وكنيسة الرب الحقيقية بريئة من كل هالاختلافات. بيقول بولس الرسول بالكنيسة كورنثوس الأولى إصحاح 5 آية 7، بيقول إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. فالرموز صارت نحن، نحن اللي المفروض نتنقى من أي خمير لنكون نحن العجين الفطير للرب. ليه؟ لأن فصحنا بيقول الكتاب أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. طيب أنا كمسيحي كيف فيني يكون بحق مسيحي، وكيف فيني يكون المسيح فصحي وصانا بهالعيد؟ الصوم الحقيقي، صوم النفس والجسد عن الشهوات وعن الخطايا، الصوم الحقيقي اللي نحن فيه بنكون أبناء على شبه المسيح. العيد الحقيقي والصوم الحقيقي، الديانة الحقيقية عند الرب الإله، افتقاد اليتامى والأرامل والمساكين. لها سبب نحن بكنيسة الرب ابتداء من هالعام، من عام 2024، نحن طبعا نتناول جسد ودم الرب يسوع المسيح كل سنة، كل سنة بمثل شهر نيسان، ولكن كان يختلف التوقيت. ابتداء من هالعام 14 نيسان هو موعد المناولة بكنيسة الرب. هي عم خبرها اليوم لكل الكنيسة بصفة راعية لكنيسة فيها أكثر من 2000 من أبناء الرب يسوع المسيح من المسيحيين. بصلي يكونوا كلهم مسيحيين حقيقيين ويثبتوا بالمسيح. المناولة جدا مهمة، هي أكيد الذكرى اللي طلب الرب يسوع المسيح مننا، وهي للثبات. من أخذ جسدي وشرب دمي يثبت فيي وأنا فيه، بيقول الرب يسوع المسيح. هيك منحتفل، بالإضافة أنه رح نكون بحملة مبادرة اسمها أطفال القيامة، لحتى نوزع مساعدات مالية على ما يقارب وما يفوق 2000 طفل للسنة. بصلي أنه يكونوا فرحانين بهالعيد، يعرفوا معنى القيامة الحقيقية، قيامة الرب يسوع المسيح اللي نحن منقدمها نور للأمم، لحتى يعيدوا بفرح وصولاً أنه تخلص نفوسهم ويطلبوا الرب يسوع المسيح ونشوفهم ونحصد النفوس للملكوت. 14 نيسان هو يوم الفصح، فصح اليهود اللي المفروض يكون، بغض النظر اليهود كل سنة كمان بنشوفه على الرزنامة عم يغيروا فيه، تماما مثل الكنيسة الأرثوذكسية ومثل الكنيسة الكاثوليكية. فنحن المفروض فصحنا يكون 14 نيسان تماما كما طلبوا الرب. بتقلي بس 14 نيسان اختلف، يمكن الرزنامة اختلفت، ما لنا علاقة. سواء السبت، يوم السبت هو هذا السبت حقيقي أو اللعب فيه بالرزنامة، طالما ما بعرف ما بتحاسب، وطالما ما بيهمني اهتم بهالتفاصيل المادية على الأرض، فأنا بهتم بالروحيات لنفذ وصية أبي. فطالما أيضا الرب الإله ما أعطاني من عنده كالندر غير الموجودة امشي عليها، ف14 نيسان على الرزنامة بين إيدينا، وبكرة إذا غيروا الرزنامة، عملوا رزنامة جديدة تغير فيها المواعيد، كمان نحن 14 نيسان من الجديدة نحتفل بالفصح. وبعد 3 أيام كما مكتوب بالكتاب المقدس نحتفل بالقيامة. سلام الرب يسوع المسيح، وقيامة مباركة سلفا تكون للكل. سلام المسيح يملأ قلوبكم، وبصلي انه تكون هالحلقة وضحت كل الاختلافات وكانت واضحة لكل حدا سأل عنها.